وكتولي مسؤولية عليه، مسؤولية هنا مسؤولية غير سبونساب أمام القانون، كتولي عندها مسؤولية خدام القانون، هاد المسؤولية مكنعرفوش بها ولكن راه صعيب باش يعلمها، كيوليو عندنا دي زوبليكاسيون، كيوليو عندنا مجموعة ديال الأشياء اللي خصنا نديرها. إذا أولا نشكركم جميعا على حضوركم معنا اليوم في انطلاقا ديال برنامج المتطوع. كيف ما كتعرفوا هذه اول مره وزاره الشباب والثقافه والتواصل كتطلق هذا البرنامج، والهدف ديال هذا البرنامج بالطبع هو نعطيو فرصه للشباب ما بين 18 و 22 عام باش تو سامبلومون نساعدوهم يتعرفوا اكثر على الامكانيات اللي كاينه هنا في المملكه المغربيه، ويقدروا يبدعوا باش المهارات ديالهم بالطبع تزيد تطور في اطار يعني اسبوع تكويني. للهدف ديال هذاك الاسبوع هو مره اخرى التعريف بمجموعه ديال المجالات مرتبطه بالتراث والتاريخ ديال المملكه المغربيه، كذلك في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال ديال المواطنه. كتعرفوا بان الشباب فاش كيديروا 18 عام كيدخلوا سن الرشد، فكتولي عندهم مسؤوليه، كيوليو عندهم حقوق وواجبات. والهدف مره اخرى من الوزاره هي المواكبه الاطفال اللي كيوليو شباب، اللي كيوليو مواطن يعني بجميع الحقوق ديالو، باش تو سامبلومون نربحوهم شويه ديال الوقت بالنسبه للاحمام الاحلام. ان التحدي الاخر مره اخرى هو في اطار مجموعه البرامج اللي كتقدمها الدوله واللي كتقدمها الحكومه، هو تمكين الشباب باش داك الحلم اللي عندهم او الاحلام اللي عندهم او الاهداف اللي عندهم يتثبتوا بهم ويحاولوا بالطبع يوصلوا دوك الاهداف ديالهم. الهدف كيبقى دائما كيف ما قلت قبيله للشباب هو خلق الحلم المغربي. الحلم ممكن في مجموعه ديال الدول، فاعتقد ان حان الوقت باش الحلم المغربي حتى هو يولي ممكن هنا في المملكه المغربيه. واعتقد ان الحكومه والدوله كتقوم بمجموعه ديال المبادرات، يمكن دوك المبادرات ما وصلوش بالطريقه اللي كان خصهم يوصلوا للشباب، واعتقد ان هذا البرنامج هو فرصه مره اخرى باش نوصلوا جميع الامكانيات اللي كتقدمها الدوله للشباب والشابات، المواكبه ديالهم مره اخرى كيف ما قلت قبيله، باش دوك الاحلام ديالهم، باش دوك الاهداف ديالهم يوصلوا لهم، يبنيوهم، يطيحوا ويغلطوا. ماشي هو هذا الاشكال، انا كنقولها دائما الشاب من حقه يغلط، ولكن احنا ملزمين باش نعاونوا باش يغلط باش ينوض وباش يبقى متثبت بديك الاهداف والاحلام ديالو. اذا كنشكركم مره اخرى لوجودكم معنا اليوم، وهذه الا البدايه ديال هذا البرنامج اللي بالطبع غيعرف اسبوع ديال التكوينات على الصعيد الوطني في جميع الجهات المملكه، زائد اسبوعين للشباب والشابات اللي انخرطوا في هذا البرنامج غيديروا دي ستاج دو تيغان اللي غيكونوا مره اخرى في مجموعه ديال المجالات المقترحه للشابات والشباب. وهذه تجربه اولى لنا كوزاره الشباب، اللي بالطبع في اواخر هذا البرنامج غيكون هناك بالطبع تقييم ديال هذه التجربه الاولى، باش انذاك نشوفوا شنو ممكن مره اخرى نزيدوا نطوروه للسنوات المقبله ان شاء الله. شكرا لكم.